ومن موارد ماء مأسل اللي كانت تقيم عنده هم الحويرث وهم الرباب هذا المورد. طبعا وضعوا عليه صبة اسمنت لكن الطوي أو الحفرة باقية قديمة. انظروا إلى الماء كيف يتسرب عبر هذه الطبقات من الجرانيت، ماء عذب زلال إلى هذه اللحظة يصب منذ تلك الأيام. طبعا هي أكثر من 10 موارد، منها المندثر ومنها الباقي ومنها اللي ما زال يستخدم ويأخذون منه البادية الماء إلى هذه اللحظة. ماء مأسل نفس الاسم، طبعا اسم مأسل موجود، ماسل الجمح في الدوادمي، لكن ذاك ليس فيه موارد مياه زي هنا، هذا هو الاسم الحقيقي اللي ذكره امرأة القيس، لأنه يقع في مجامع الهض عند الدخول وعند حومل وعند توضح وعند المقرات، وليس بعيدا عن صبحة اللي هي جبل يذبل، وليس بعيدا عن مملكة كندة اللي الفاو، كلها على هذا الطريق، طريق البخور الخارج من تثليث.